السلام عليكم، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اليوم رح فرجيكم كيف بدنا نفك السي بي يو بورد عن المذر بورد. اللي تابع الفيديو الاولاني بيعرف كيف بدنا نطلع هذا البورد لبرا، واذا ما شفته رجع على الفيديو الاولاني بتعرف هذا البورد كله كيف بيطلع لبرا وشلون بينفك الاورج. فهلا نحن بعد ما طلعنا لهاد اوكي بدنا نفصلهم على عن بعض، بدنا شوي شوي. هلا فرجيكم، نمسكه للبورد هيك ونحركه، تشوفوا شلون، ونسحبه لبرا ببلشوا ينفتحوا عن بعض، طبعا شوي شوي وبهدوء مشان ما ينطعج شيء من البنات هدول. اوكي شايفين طلعوا. هلا انا اوريدي بدلت هذا السي بي يو بورد تبعيت هذا المين بورد على واحد تاني موجود بالاورج. هذا السي بي يو مضروب لشب صديقي اوكي. هذا السي بي يو بورد في مشكلتين، انه ما عاد يطلع شيء على الشاشه، زائد انه بالقبل كان في بقلبه ضجيج، يعني الرامات عاطله. فنحن لنرجعه نفس الطريقه منتبه انه يكونوا البنات بالاول وبالاخر مزبوطين راكبين، ومنرجعه بنفس الطريقه مع الضغط للاسفل اوكي. وهيك هلا في شغله، هو ركب اوكي. شوفوا بنحط شغله هون تحت، اي شيء مثلا شفت بلاستيكه اي شيء هون هيك بالنص، مشان ما نطعج البورد المين بورد لانه عليه اي سيات من القفا. بنسكر من جميع الجوانب اوكي. شفتوا هلا هيك طبق منركبه على الاورج، وما بننسى نركب الرامه. تركيب الرامه كالتالي، لازم تمسكها من هون ما تمسكها من فوق من تحت، طبعا هي وجهها هيك، في لها هون شطفه بنحطها هيك. فرجي شو شاشلين، شايفين كيف بنحطها هيك وبنكبسها لتحت، بتقوم تقفل. في هون قطعتين حديد نضغطهم هيك مشان ما تطلع، وخلص انتهى، بيكون جاهز منركب. هلا انا ركبت السي بي يو بورد الجديد على المين بورد الاساسي تبعيت الاورج، ونزلت برنامج راح نسمع السامبلر. مثل ما سمعانين صافي الصوت، ما في ضجيج، ما في اي شيء. واصوات الوكالة كمان لازم نشيكون. هلا هذا السامبلر، السامبلر اوكي، سمعانين الاصوات صافية ما في مشكلة. ايقاعات صوت مبرمجة نسمع بالبرفورمانس. شو في أصوات مثلا هلا هيك بيكون خلص تمام. طبعا مفكوك الشاشة، التاتش عاطل، بدلت التاتش للأسف، عندي صغير عمل له طق نزع التاتش. بصور لكم فيديو تاني تبقى لي شلون بدلنا التاتش اوكي. تابعونا، لا تنسونا من الشير والحلزونات. الى اللقاء في حلزونة اخرى.